الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، عزيزي الدارس، نبقى مع اللقاء السابع من مادة علم التوحيد، الإيمان باليوم الآخر، الجزء الثاني. بعد دراسة هذه الوحدة والتمكن في موضوعاتها، يتوقع منك عزيزي الدارس أن تكون قادرا على أن تعدد أنواع الشهود يوم القيامة، وأن تبين صفة الحوض والصراط والميزان وانقسام الناس معهما معها، تعرف شفاعة وتعدد أنواعها، توضح صفة الجنة وتبين ما فيها من نعيم، وتذكر أدلة ذلك من الكتاب والسنة، أن توضح صفة النار وتبين ما فيها من عذاب، وتذكر أدلة ذلك من الكتاب والسنة. نبقى عزيز الدارس مع الشهود وأنواعهم، الشهود وأنواعهم. شهادة الجوارح على الإنسان، فإن الجوارح تشهد يوم القيامة على ابن آدم، السمع والبصر والجلد واليد والرجل، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقال سبحانه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ومن الشهود أيضا الملائكة وهم الحفظة، قال الله تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وشهادة الرسل، كل رسول يشهد على أمته، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وشهادة هذه الأمة على سائر الأمم، قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ومنها شهادة الله تعالى على الجميع: والله على كل شيء شهيد وكفى بالله شهيدا. ومنها شهادة الأشياء من أشجار وأحجار تشهد للمؤذن، قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء يسمعه إلا شهد له جن ولا إنس ولا حجر. كذلك شهادة الأرض على الإنسان بما عمل عليها: يومئذ تحدث أخبارها، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها. وكذلك شهادة الصيام والقرآن لصاحبهما وشفاعتهما أيضا مع الشهادة، الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة. أما الميزان عزيز الدارس، فهو من مواقف يوم القيامة، وتعريفه: هو ما يوزن به الأعمال، وهو غير العدل، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أما ما يوضع في الميزان، فالذي يوضع في الميزان عزيزي الدارس هي الأعمال. قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ويوزن أيضا صاحب العمل، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وجاء في مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من دقة ساقي ابن أم عبد؟ أتعجبون من دقة ساقي ابن أم عبد؟ فوالذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. كذلك جاء في الأدلة أنه توزن أيضا السجلات، سجلات الأعمال. وأشهر دليل على ذلك حديث البطاقة، حين يؤتى بالرجل وله 99 سجلا من المعاصي، ثم يؤتى ببطاقة واحدة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع في الكفة الثانية فتطير تلك الصحف كلها. أما الحوض، فتعريف الحوض عزيزي الدارس،
هو حوض عظيم ومورد كريم ينتظر النبي أمته بجواره ليسقيهم منه. فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فلاطكم على الحوض. وصفته أنه يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبراد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وله أباريق كثيرة، له أباريق كثيرة يشرب بها الناس بيد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: يرى في أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وهناك مطرودون عن الحوض، هناك أناس يطردون عن الحوض، وذلك بسبب تبديلهم وبعدهم عن هدي الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني، فأقول: يا رب أمتي مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على عقابهم، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فهؤلاء من بدل دينه بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أمته. أيهما أسبق، الحوض أم الميزان؟ اختلف العلماء في ذلك، أيهما يكون الآخر، الأول قبل الآخر؟ فقيل: الميزان هو الأول، وقيل: بل الحوض هو أولا. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط، أي الحوض يقدم قبل الميزان والصراط. خصوصية أهل اليمن في الحوض: عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. وقد اختلف العلماء هل هناك حوض واحد أم أن لكل نبي حوضا. عزيزي الدارس، اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال أنه لا حوض، منهم من قال إنه لا حوض إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الحوض الذي تواترت فيه الأدلة، ولأن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة لكل الخلق، فيكون التابعون له أكثر، فيحتاجون إلى ماء يروي ظمأهم. وقال بعض العلماء: بل لكل نبي حوض، ولكن الأكبر والأعظم منها والأفضل والأكمل هو حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: إن لكل نبي حوضا، وإنما يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. وهذا القول الأخير هو الراجح، وهو أن لكل نبي حوض، ولكن الحوض الكبير الأعظم الأمثل الأكمل هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا من كمال عدل الله عز وجل، فإنه من نهل من شرعه في الدنيا كان جزاؤه أن ينهل من أحواض الأنبياء يوم القيامة. عزيزي الدارس، التقويم الذاتي، اختر الإجابة الصحيحة من العبارات التالية: الميزان يوم القيامة ميزان حقيقي ليس له كفتان، أو ميزان مجازى كناية عن عدل الله، أو ميزان حقيقي له كفتان مشاهدتان حسيتان. ثانيا: العلاقة بين الحوض والكوثر، الحوض يصب في الكوثر، أو أن الكوثر يصب في الحوض، أو أن الحوض والكوثر اسمان لمسمى واحد. يعتقد أهل السنة في الحوض أن من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، أنه يشرب منه جميع الناس يوم القيامة رأفة ورحمة بهم، أو أنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأنه لا حوض يوم القيامة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما النشاط عزيزي الدارس، فمن خلال النصوص أكتب صفة الحوض ودوره وتفاوت الناس فيه، أكتب صفة الحوض ودوره وتفاوت الناس فيه. نأتي الآن إلى تعريف الصراط. فالصراط لغة هو الطريق، وفي الاصطلاح هو الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة، وهو ثابت بالكتاب والسنة وقول السلف.
وأدلته قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم، وقد اتفق أهل السنة على إثباته. أما صفته عزيزي الدارس فقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه مدحضة مزلة عليها خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال له السعدان، تشبه ما يكون بنجد يقال لها السعدان. وقال عليه الصلاة والسلام وبه كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم ما قدر عظامها إلا الله، يخطف الناس بأعمالهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال في صفة الصراط بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. أما عبور الناس على الصراط فعلى قدر أعمالهم، لحديث فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في جهنم. وأول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأمم أمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. ثم الشفاعة، فما هي الشفاعة عزيزي الدارس؟ الشفاعة في اللغة مأخوذ من الشفع وهو ضد الوتر، وسميت بذلك لضم الشافع دعاءه إلى المشفوع له، فالمشفوع له دعا لنفسه ثم دعا له الشافع فكان ذلك شفعا. وعليه يكون تعريف شفاعة طلب الخير للغير، ولها شروط. فما هي شروط الشفاعة؟ لا تصح الشفاعة عزيزي الدارس إلا بشرطين، أحدهما إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، وقد دل على ذلك الشرط قول الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد تعدد الشفعاء يوم القيامة، وأهمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وله شفاعات متنوعة ومتعددة. فمن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أنواعها الشفاعة العامة أو الشفاعة الكبرى، حين يقف الناس تحت الشمس وهي على رؤوسهم تبعد مقدار ميل 50,000 سنة، ينتظرون أن يأتي الله سبحانه وتعالى ليفصل بين الناس، فيأتون إلى الأنبياء الأول ثم الأول حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم. هذه الشفاعة الكبرى. ثم النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. والنوع الثالث شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلونها. ثم شفاعته عليه الصلاة والسلام في رفع درجات من دخل الجنة فيعطى فوق ما كان يقتضيه من ثواب عمله. ثم الشفاعة في أقوام أن يدخل الجنة بغير حساب. ثم الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعتي في عمي أبي طالب أن يخفف عنه العذاب وتوضع جمرتان تحت قدميه. شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم في صحيح مسلم أنا أول شفيع في الجنة. ثم شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمته، قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهذه ثمان شفاعات اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشفعاء يوم القيامة غير النبي عليه الصلاة والسلام الطاعات، فالقرآن يشفع والصيام يشفع لصاحبه. الصيام والقرآن كما جاء في الحديث الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. ومن الشفعاء أيضا الشهداء، ومن الشفعاء أيضا الملائكة، ومن الشفعاء المؤمنون، ثم يشفع الله سبحانه وتعالى.
جاء في حديث أبي سعيد مرفوعا قال: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. التقويم الذاتي عزيزي الدارس، اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. معنى وإن منكم إلا واردها، هل معناها الضمير في واردها يعود على أرض المحشر أم دخول جهنم للعصاة والمشركين أم مرور الجميع على الصراط دون أن يعني دخولها، دون أن يعني دخول النار، مرور الجميع على الصراط الذي ينصب على النار دون أن يدخلونها. أما النشاط عزيزي الدارس، فاكتب الأصناف الذين تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب الأصناف الذين تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ونبقى الآن عزيزي الدارس مع الجنة وصفاتها. وقد ورد في الجنة للجنة أسماء كثيرة، منها الحسنى دار المقامة، الغرفة مقعد صدق، دار السلام دار المتقين، حسن المآب المدخل الكريم، جنة المأوى جنات عدن، الفردوس جنات النعيم، المقام الأمين. والجنة درجات، فجاء في الحديث أن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. أما بناؤها فقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، من يدخل ينعم، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا يبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ولها 8 أبواب، صح في الحديث كما جاء في مسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. ولهذه الأبواب سعة عظيمة، فهي واسعة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشفاعة: والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. ولأبوابها أسماء، فقد صح في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. وهي واسعة الجنة، مساحتها عظيمة، عرضها كعرض السماء والأرض كما قال الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم حين ذكر أدنى أهل الأرض منزلة، حين يدخل يحشرون إلى الله فيدخل الجنة، فأدنى أهل الجنة منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة، قال الله تعالى له بعد أن يدخلها ويخرج من النار، بعد أن يخرج من النار ثم يدخلها يدخل الجنة: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله. فإذا كان هذا نصيب رجل واحد وهو أقل أهل الجنة منزلة، فكم مساحة ما يملكه جميع أهل الجنة أولهم وآخرهم. ما هو طعام أهل الجنة عزيزي الدارس؟ ورد نصوص تبين ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فأهل الجنة لا يجوعون ولا يعطشون، وإنما يأكلون ويشربون للذة والتمتع والمتعة. قال الله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. فالأكل فيها للتلذذ فقط والتمتع بما أودعه الله سبحانه وتعالى فيها، لكن يتمتعون ويتلذذون بالفاكهة. قال الله تعالى: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ويأكلون في أواني الذهب والفضة، يطاف عليهم بالصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. يتنعمون فيها بكل أنواع الفاكهة، كما قال سبحانه: فيهما من كل فاكهة زوجان. وهنالك أسماء للفاكهة وردت في القرآن، منها قول الله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان.
أما شراب أهل الجنة فإن لهم أنهارا من ماء ومن لبن ومن خمر ومن عسل. قال الله تعالى: مثل الجنة التي يوعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ويشربون من السلسبيل وهو شراب ممزوج بالزنجبيل، عين تسمى سلسبيلا، عين فيها تسمى سلسبيلا. قال الله تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. ما هو لباس أهل الجنة عزيزي الدارس؟ لباسهم الحرير، قال الله تعالى: ولباسهم فيها حرير. لباسهم السندس الأخضر، قال الله تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. وحالتهم النفسية في الجنة ذكرها الله سبحانه وتعالى بأنه لا يعتريهم خوف ولا يعتريهم حزن، فهم في سعادة أبدية لا شقاء بعدها، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، قال صلى الله عليه وسلم: من يدخلها ينعم فلا يبأس. وأعظم نعيم في الجنة هي ثلاثة: رؤية المؤمنين لربهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والخلود فيها خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، رضوان الله عنهم. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ونبقى الآن مع النار وصفاتها عزيزي الدارس. من مواقف يوم القيامة النار، فالنار هي آخر موقف من مواقف القيامة بالنسبة للكافر، وهي العذاب الذي أعده الله في الآخرة لمن تنكب صراطه وكفر بربه وعصى أمره، وقد ذكرها القرآن الكريم ووصفها وصفا دقيقا، فقد ورد أسماؤها. فمن أسمائها النار، جهنم، الجحيم، السعير، سقر، الحطمة، الهاوية، دار البوار. والنار واسعة جدا، فقد جاء في سعتها ما يدل على ذلك حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: يؤتى بجهنم يومئذ ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وروى مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، أي ضربة، قال: أتدرون ما هذه؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذه حجر رمي بها في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حيث انتهى إلى قعرها. وورد في شدة حرارتها قوله عليه الصلاة والسلام: فالنار شديدة الحرارة، وهي أشد حرارة من نار الدنيا 70 ضعفا. اشتكت النار إلى ربها كما جاء في الحديث، فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما ترون من الزمهرير. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرارة النار الآخرة 70 ضعفا من حرارة نار الدنيا. وللنار أبواب، قال الله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وتفتح أبوابها لأهلها عند وصولهم إليها. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وهي تغلق عليهم نار مؤصدة، وقال: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. والناس يتفاوتون في النار، فأقل الناس عذابا من يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه،
وجاء في الحديث سمرة بن جندب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. وهنالك آخر من يخرج من النار، وقد ذكرناه في الحديث آنفا أنه يخرج آخر من يخرج من النار ثم يدخله الله الجنة، لأنه ما زال في قلبه شيء من التوحيد، فلا يخلد في النار من آمن بالله وبقي في قلبه ذرة من إيمان. وورد في النصوص طعام أهل النار، فمن طعامهم عزيزي الدارس شجرة الزقوم والضريع والغسلين والصديد والماء الحميم والغساق وماء كالمهل، ولهم لباس يلبسونها في النار، وهذا اللباس هو عذاب بحد ذاته. قال الله تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. إذن لباسهم من هذا الآية لباسهم من قطران. وقال الله تعالى وهو يبين لنا أن لهم لباسا آخر يقطع من النار: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. وكان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول: سبحان من خلق من النار ثيابا. وقد ورد في النصوص بيان حالتهم النفسية، فمن حالتهم النفسية وهم يعذبون في النار: أولا يعيشون في غم شديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، دأبهم البكاء والصراخ. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها أي يستغيثون في النار بالصوت العالي. ومن حالتهم النفسية أيضا اليأس، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم أي لا يخفف عنهم، وهم فيه مبلسون أي آيسون من الرحمة، وقيل ساكتون سكوت يأس. ما هي أمنياتهم عزيزي الدارس؟ لأهل النار أمنيات، منها: يتمنى الكافر أن يكون ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ومنها يتمنوا أن يخفف عنهم العذاب ولو يوما واحدا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ومن أمنياتهم الموت، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقد ورد في النصوص وصف لأجسامهم في النار حيث تعظم وتكبر شدة العذاب، فقد ورد في النصوص ذكر جلد الكافر: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وجاء في الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار وضرسه مثل أحد. وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وضرس الكافر كجبل أحد بنص هذا الحديث، ومجلسه كما جاء في الحديث: إن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة، وما بين منكبيه كما في حديث أبي هريرة يرفع قال: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وكذلك من أشد عذاب ينالونه في النار هو الخلود. قال الله تعالى: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال سبحانه: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. عزيزي الدارس، نختم هذه الجلسة التعليمية بالتدريبات. السؤال الأول: ما هو أثر الإيمان بالصراط وتهاوت الناس في المرور عليه؟ ما هي أبرز الطاعات التي تؤهل صاحبها لكي يشفع لغيره؟ قارن بين أهل الجنة وأهل النار من حيث الطعام والشراب والحالة النفسية وأدنى أهلها وأمنياتهم. أما النشاط فعليك عزيزي الدارس أن تستعرض أسماء أبواب الجنة وبين مدلولات كل اسم،
اكتب أسماء أبواب الجنة ثم بين مدلولات كل اسم. وإليك خلاصة الوحدة. يوم القيامة تشهد الأنبياء والصالحون والأرض والملائكة والجوارح على الإنسان، تشهد بما عمل عليها، بل ويشهد الله تعالى وكفى بالله شهيدا. ينصب الميزان يوم القيامة وتوزن الأعمال، وتارة توزن الكتب وتارة يوزن فاعلها، فاعل العمل. الحوض مولد كريم ينتظر النبي أمته بجواره ليسقيهم منه، يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع وأكوابه بعدد نجوم السماء، ويذاد عنه من غير وبدل، ولأهل اليمن خصوصية فيه. الصراط هو الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة، وهو مدحضة مزلة عليها خطاطيف وكلاليب وحسكة أدق من الشعر وأحد من السيف، يمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناجي مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في جهنم. الشفاعة التي تكون يوم القيامة أنواع عدة، منها ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو عام للأنبياء والصالحين من عباد الله. الجنة هي آخر مراحل الآخرة، آخر مراحل الآخرة بالنسبة للمؤمن، وهي لبنة من فضة ولبنة من ذهب، بلاطها المسك الأذفر، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، لها ثمانية أبواب ما بين مصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر. شراب أهل الجنة من أنهار الماء واللبن والخمر والعسل وعين السلسبيل، وشراب ممزوج بالزنجبيل وكأس من معين بيضاء. لباسهم الحرير والسندس والاستبرق. وأعظم نعيم يناله أهل الجنة رؤية المؤمنين لربهم ورضوانه عنهم والخلود فيها. والنار هي آخر مراحل الآخرة بالنسبة للكافر، ويؤتى بها يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وبلغ من سعتها أن حجر رمي به في النار بلغ قعرها بعد 70 خريفا، وبلغ من حرها أن نار الدنيا جزء واحد من 70 جزءا من حرها. وأقل الناس عذابا رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. وطعام أهل النار الغسلين والضريع وشجر الزقوم، وشرابهم الصديد وماء حميم والغساق وماء المهل. لباسهم ثياب قطعت من النار وسرابيلهم من قطران. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الجلسة التدريبية السابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.